قد فرضت المقاومة نوبة سعال شديد سيطرت على خطاب نصر الله الأخير وأثارت ضجة بعد أن بدأ الأخير منهكا ونحيفا ويتنفس بصعوبة. لم يستطع الأمين العام لحزب الله التكلم بفصاحته وراحته المعهودتين في خطاباته أمام الوضع القائم، يجب أن يحاكم. وشعر بأن وعكته الصحية هذا لن تمر مرور الكرام. هل أعطينا مادة له الجماعة اللي كان اسمه 14 أعزاء بكرة؟ نجل نصر الله جواد طمأن المتابعين عن صحة والده كاشفا بأنه يعاني من الحساسية، وسبوت شوت سيحاول تشخيص مرض نصر الله لمعرفة سبب تلك الحساسية المفرطة. اللي بيسمع حديثه لسماحة السيد حسن نصر الله امبارح أكيد أنه هو عم بعاني من مشاكل بالجهاز التنفسي. هالمشاكل أكيد بسيطة منا ذات أهمية كبيرة. ليش مشاكل بالجهاز التنفسي؟ لأنه عنده سعلة مثل ما لاحظته، عنده بحة بالصوت، عنده لهتي خفيفة، وعم يشرب أكتر شوي من العادة. بقول يكون أنه حساسية عادية، ممكن يكون رشح عادي، أكيد ممكن يكون أكتر شيء بنفكر فيه هو الكورونا، لأنه نحن هلأ نحن بموسم الكورونا. بالصيف صراحة قليلة نحن نشوف حالات رشح أو حالات غريب، بنشوف نحن أكتر حالات كورونا. نحن مش عم نجزم أنه السيد حسن هو عنده كورونا، أكيد لا، ممكن يكون حساسية طبيعية، ممكن يكون برونشيت، ممكن يكون التهاب رئوي عم بيصح منه، كل هول الاحتمالات واردة. أكيد السعلة فيها تكون بسبب الحساسية وإلى أسباب أخرى تانية متعلقة بالجهاز التنفسي. فينا نحكي عن حساسية موسمية، نحن بنشوفها عند تغيير الفصول بالربيع وبالخريف. أيضا في يكون عنده حساسية على الدخان، حساسية على الروائح القوية، حساسية على البوليوشن. أكيد إذا المريض عايش ببيئة رطبة تحت الأرض، ما بيشوف ضوء، ما في تهوية مضبوطة للمكان عايش فيه، أكيد هيدي الأمور يعني بتضر وبتزيد من قوة الحساسية والسعلة. بعدين المعروف أن الأشخاص اللي ما بيشوفوا الهواء الطلق كتير، ما بيخرجوا على الطبيعة، ممكن يكونوا متعرضين أكتر من غيرهم لمشاكل حساسية بالجهاز التنفسي أكيد، وممكن يصير عندهم نقص بالفيتامينات مثل الفيتامين دي. إن كانت كورونا أو مجرد حساسية أو التهاب، نقول لنصر الله سلامتك. تابع طبيبك لتلقي العلاج وتناول دواءك بانتظام، هذا إذا وجدته في الصيدلية، واحرص أن لا يكون مزوراً ومن مصدر غير موثوق.